السلام عليكم شباب، وركم مستمعين، معكم مستمعين اري فلير في فيديو جديد في مهمة جديدة من جي تي اي 5. في هذه المهمة يعني راح تكون مرة ممتعة لأن شيء جديد في جي تي اي. راح تغطسون انتم بعدين تروحون للمكان المطلوب لكن من تحت الارض من عند البحر. طبعا اذا جيت تفتح هذه البوابة راح زي انك تحرقها وتشبها بشيء ما ادري وش هو هذا. فحاول انك تضغط تعلق على الار 2 او ار تي على الاخضر، اذا صار احمر وحطه على 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 الاخضر الثاني الى ما تفتح البوابه كلها. تشوف الجيم بلاي بالضبط تسوي هذا الشيء. واذا فتحت البوابه راح تروحون للمكان المطلوب، يعني انت مجرد خليك مع اخوياك وراح او مع الناس اللي معك هذولي وراح توصلوا للمكان المطلوب. اذا وصلت المكان المطلوب راح يكون معك ستان جان، يعني سلاح كهربائي عشان ما تذبح اللي فيه، يعني عشان ما تذبح الدكاترة هذولي. فحاول انك يعني تطلق ستان جان على كل دكاترة هذولي عشان خلاص تنهيهم مرة واحدة عشان توصل له المكان المطلوب. طبعا زي ما تشوف انه راح يجون السكيورتي، فاذا جاء السكيورتي يفتحون الباب خليك متخبي، لا تطلق عليهم، ما يحتاج انك تطلق عليهم. وخلهم يمشون، بعدين راح ادخل وخذ الشيء المطلوب زي الجهاز هو. اذا خذيته راح يجونكم يعني الجيش وراح يجونكم السكيورتي، فحاول انك تذبحهم كلهم. بعدين حط الجهاز هذا في الكونتينر، بعدين راح يجي ترافر بالهليكوبتر ويشيلها. واذا شلتها راح توديها للمكان المطلوب اللي هو المكان حق اللي يطير فيه الهليكوبتر والطيارات حق تريفر. فاذا حطيتها على الشاحنه كذا تنتهي وهبطته تنتهي المهمه. ادري يمكن يكون شويه صعب اذا جيت تهبط اذا جيت تشيلها، اذا جيت تهبط فيها وتشيلها بالهليكوبتر هذه يمكن شويه صعبه. فاذا انت ما تعرف تسوق مره زين بالهليكوبتر راح تكون صعبه عليك، يبغى لها بس تعود. المهم اتمنى فاتكم هذا الفيديو، كان معكم اوري فلير، مع السلامه.